المول ما دبر راسك راك في موقع طريق خريطه Le délai de réalisation, 6 mois. قسنطينة ولاية محورية في إطار إنتاج الحبوب. تعرفوا بلي هذه السنة حصلنا تقريبا لغاية اليوم أكثر من 1,500,000 قنطار من مختلف الحبوب، قمح لين وقمح صلب وشعير. هذه البرامج التي تدخل في إطار إنتاج 9 صوامع على مستوى ولاية قسنطينة في المناطق المعروفة بإنتاجها للحبوب تدخل في إطار استراتيجية أولا الأمن الغذائي، تأمين الأمن الغذائي، وكذلك إنجاز فضاءات مخصصة لتخزين هذه المواد الاستراتيجية. هذه بشرة خير للولاية وأولا بشرة خير للفلاحين، لأن في المستقبل القريب كي نقولوا المستقبل القريب قبل مجوان 2025 ما يكونش عندنا عجز فيما يخص تخزين الحبوب للولاية، لأن المنتوج تاع الولاية كي يكون السنة جيدة يتراوح ما بين 1,800,000 حتى 2,200,000 قنطار، والقدرات التخزين الحالية اللي راهي عند تعاونية الحبوب حوالي 1,750,000، كي نزيدوا لها 450,000 رانا نفوق المعدل تاع الانتاج.